أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر قتادة رحمه الله كما في تفسير ابن كثير أن السماء اليوم خضراء ويوم القيامة تكون حمراء، وكذلك ذكر فضيلتكم، والذي نشاهده وهو مشتهر بين الناس أن السماء زرقاء سماوية كلون البحر، فآمل التوضيح حفظكم الله. هي خضراء مع الزرقة، يجمع الوصفين. نعم.